أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
اعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم له تفسير الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم وأول ما يفتتح به هذا الربع قسم من الله تعالى بمواقع النجوم على أن القرآن الكريم إنما هو تنزيل من عند الله نزله على رسوله الصادق الأمين وليس كما يزعم المشركون ومن لف الفهم شعرا أو سحرا أو كهانة أو من أساطير الأولين وذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين والمراد بمواقع النجوم منازلها ومطالعها ومشارقها وقد كان الذين خاطبهم القرآن بهذا الخطاب عند نزوله لا يعرفون عن النجوم ومواقعها الشيء الكثير وكانوا بالتالي لا يقدرون قسم الله بها كل تقدير إذ لم تكن لهم مراصد ولا آلات دقيقة وعظيمة لرصد النجوم وتتبع حركاتها مهما بعدت ولكن خطاب الله كما وجه إليهم فهو موجه إلى كل عصر وجيل والعصر الذي نعيش فيه يعرف عن النجوم ومواقعها ما يجعل الإنسان مبهوتا حائرا أمام قدرة الله وحكمته ويستطيع أن يقدر به تقديرا أوفى قسم الله العظيم الذي أقسمه
بمواقع النجوم، ذلك أن مجموعة واحدة من مجموعات النجوم التي لا تحصى، وهي مجموعة المجرة التي تنتمي إليها الشمس، تبلغ 1000 مليون من النجوم، 1000 مليون من النجوم. وهذه النجوم منها ما يمكن أن تراه العين المجردة، ومنها ما لا تراه العين إلا بالأجهزة الفلكية الكبرى والمجاهر، ومنها ما لا تراه العين ولو عن طريق الأجهزة الفلكية، وإنما تحس به الأجهزة وحدها وتسجل أثره دون أن تراه. وما من نجم إلا وهو منسق بقدرة الله في آثاره وتأثراته مع بقية النجوم والكواكب، فلا اصطدام في الفضاء الواسع بين نجم وآخر، ولا تطاول من أي نجم على المجال المغناطيسي الخاص بغيره من النجوم، بل الكل يسير طبقا لتدبير الله وتقديره نحو هدفه المرسوم إلى ميقات يوم معلوم. فمن عرف أسرار الأفلاك وعجائب النجوم أدرك إلى أي حد كان قسم الله عظيما كل العظمة بمواقع النجوم، وأن ذلك القسم يعد أكبر تزكية لخاتم الأنبياء والمرسلين، وأصدق شاهد على صحة الوحي المبين. وهكذا كلما مرت الأيام وتقدمت معارف البشر، ازداد برهان القرآن وضوحا، وازداد نوره تألقا وتوهجا، وازدادت عقيدة الإيمان نصرا وفلجا. وقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هو في الحقيقة نفي قاطع لمزاعم المشركين والكافرين الذين ادعوا أنه قد تنزلت به الشياطين، إذ لا يتصور عاقل أن كتاب الله المصون في علمه والمحفوظ بحفظه يمكن أن تسطو عليه الشياطين من قريب أو بعيد، وهي على ما هي عليه من الرجس والخبث والشر والطرد واللعنة من رحمة الله، وإنما تتنزل بكلام الله على رسله الملائكة الأبرار والأطهار. فهذه إحدى المهام السامية الموكولة إليهم والمقصورة عليهم، وكذلك نزل كتاب الله بواسطة جبريل عليه السلام. ولذلك جاء التعقيب المباشر بقوله تعالى تنزيل من رب العالمين. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى المشركين المكذبين بالنشأة الآخرة والبعث والنشور، يستغرب تكذيبهم لما يقصه عليهم الحق سبحانه في كتابه المبين، ويستغرب جحودهم لنعم الله الظاهرة والباطنة دون أي اعتراف أو امتنان. وذلك قوله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي مكذبون غير مصدقين، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدلا من أن تشكروا الله على ما آتاكم تكذبون كلام الله. ثم يسألهم كتاب الله ماذا هم فاعلون عندما تبلغ الروح الحلقوم حين الاحتضار، وهم في منتهى العجز والحيرة والجزع والاضطراب والذهول، ينظرون ذلك المشهد الرهيب دون أن يستطيعوا لشبح الموت ردا ولا لسكراتها ردا، وملائكة الرحمن حاضرة لذلك المشهد قريبة منه، لكنها لا تقع عليها أنظار البشر المحدودة. وذلك قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ويواصل كتاب الله تقريع المشركين وإحراجهم بالسؤال، إذ يستفسرهم: هل أنتم قادرون على إرجاع الروح إلى مقرها الأول بعد أن بلغت الحلقوم وهي في طريقها إلى مفارقة الجسد بالمرة؟ هل في إمكانكم أن تحجزوا الروح في مكانها فلا تدعوها تفلت من صاحبها وتحول بينها وبين ما هي ذاهبة إليه بأمر الله من حساب وجزاء عند الله؟ هذا وأنتم حولها مبهوتون مقهورون وعن ردها عاجزون. وذلك قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ومعنى غير مدينين أي غير محاسبين كما قال ابن عباس، من الدين بمعنى الجزاء. ثم عادت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الأصناف الثلاثة الذين ينقسم إليهم البشر يوم القيامة دون أي اعتبار خاص في التقسيم والتصنيف، ما عدا اعتبار العمل الذي قاموا به في الدنيا والجزاء الذي استحقوه في الآخرة. وذلك قوله تعالى عن السابقين المقربين: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقوله تعالى عن أصحاب الميمنة: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقوله تعالى عن أصحاب المشأمة: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وختمت سورة الواقعة المكية بما يؤكد أن ما جاء به كتاب الله من حقيقة البعث والنشور والنشأة الآخرة هو عين الحق ومنتهى اليقين، وأن ما خالفه من المعتقدات الباطلة هو الضلال المبين. وذلك قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. والآن فلننتقل لسورة الحديد المدنية، مستعينين بالله سائلين منه الهداية والتوفيق. وأول ما نلاحظ في هذه السورة الكريمة أنها بدأت بتنزيه الله وتقديسه والاتجاه إليه بالتسبيح والتعظيم، على غرار ما جاء في خاتمة السورة التي انتهت قبلها في المصحف الكريم. ففاتحتها في غاية التناسب والتناسق مع خاتمة السورة قبلها، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض. والفرق الوحيد بين خاتمة سورة الواقعة المكية وفاتحة سورة الحديد المدنية أن تلك الخاتمة تتضمن أمرا للرسول عليه السلام ولجميع المؤمنين عن طريقه بتسبيح الله وتعظيمه، وهذه الفاتحة تتضمن الإخبار بأن جميع المخلوقات في الأرض والسماوات كلها تدين لله بالطاعة وتعترف له بالعبودية وتلتزم السير بموجب السنن التي سنها لتسيير الكون، لا تتخلف عن أمره ولا تتصرف على غير مراده، وذلك بالنسبة إليها هو منتهى التسبيح والتنزيه. وقوله تعالى في نفس السياق: وهو العزيز الحكيم، إشارة إلى الصفة التي استحق بها الحق سبحانه وتعالى أن يكون منزها معظما مطاعا من كافة خلقه، فهو سبحانه الذي خضع كل شيء لعزته، وهو سبحانه الذي تجلى في تقديره وتدبيره وتشريعه بالغ حكمته. واستعرضت الآيات الكريمة بعد ذلك جملة من أسماء الله وصفاته ومظاهر قدرته ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليعيد المشركون النظر فيما هم عليه
من جحود وعناد. وذلك قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إلى قوله جل علاه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الإمام البخاري رضي الله عنه قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. وقال ابن كثير: وهو معكم أينما كنتم، أي هو رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم، حيث كنتم وأين كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. كما قال تعالى في مكان آخر من كتابه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم وجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين، داعيا إياهم إلى البذل في سبيله والإنفاق مما رزقهم الله، مذكرا لهم بأن الرزق رزقه والمال ماله، وإنما هو وديعة بين أيديهم استخلفوا فيها إلى أجل مسمى ليبلغوها إلى أهلها وليصرفوها في الوجوه المشروعة لصرفها. وذلك قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وتحدث كتاب الله عن الحالة التي يكون عليها المؤمنون في دار النعيم، وما أكرمهم الله به من نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، كما وصف كتاب الله الحالة التي يكون عليها المنافقون والكافرون في دار الجحيم، حيث يلتمسون النور دون جدوى، فلا يجدون بين أيديهم ولا من حولهم إلا ظلمات بعضها فوق بعض. فقال تعالى في وصف المؤمنين السعداء: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في وصف المنافقين والكافرين الأشقياء: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبين كتاب الله ما يصيب المنافقين من خيبة وحسرة، وما يحاولونه من تطفل على المؤمنين السعداء والسير في ركابهم، وما يسمعونه إذ ذاك من تقريع وتوبيخ جزاء وفاقا، ينادونهم ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية
ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم.